الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده قام بجوله تفقديه بعد ظهر اليوم لاعمال تطوير محاور شرق القاهره وشبكه الكباري والمحاور الرئيسيه الجديده التي تم تنفيذها في حي مدينه نصر، والتي انهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي لعقود طويله، حققت الانسياب المروري والتيسير على المواطنين. خلونا نروح نتابع هذا التقرير عن جوله النهارده للرئيس. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر، وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد سيادته حي مصر الجديدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أوضح أن السيد الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق، وكذا المحور البديل الذي يربط أحياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادا إلى أحياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب. كما اطلع سيادته على تطوير عزبة الهجانة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنون، كما يساهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل. كما تفقد السيد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، والتي تم تنفيذها في زمن قياسي بالاعتماد على أنظمة هندسية وإنشائية مبتكرة ساهمت في سرعة الإنجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، حيث توقف سيادته للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامة.